شي سنة تقريبا التقيت بشخص اسمه بشار عواض، فطلب مني اني اروح اتطوع بالجيش عشان اجيب بارودة وحارب النظام فيها. فرحت على طوعت بالجيش ومشان اجيب بارودة، وما احسنت، جبت اجازة واجيت. فاتنظمت لكتيبة سيف الاسلام، قائدها بشار عوض، تبعي للواء صقور الشام جبهة النصرة، قائده محمود بشار عليا. فاجا بشار عوض ابو عبده قال لي بدي، انت متجوز 3 نسوان؟ قلت له نعم انا متجوز 3 نسوان، واحدة مطلقة وتنتين على زمتي. فطلب مني اني اجيب واحدة من نسواني انه مشان اتجهد بالنكاح. قال لي هذا يا ابني جهاد في سبيل الله، وانتم رايحين على الجنة، وهذول ما لهم حدا هون وما لهم نسوان ولا لهم حدا نهائيا هون. اتصلت انا على مرتي فاطمة ونقول لي فاطمة تعي في غرفة بنزرع بدنا نشطف فرس، لا تجيبي ابنك معك. قلت له ماشي. التقيت انا وياه الدنون، حطنا على المطار ورحنا على المزرعة. يوم وصلنا على المزرعة شفت بشار عواد بقول له ابو عبده قاعد، زلمة كبير عيونه زرق، مربي دقن، شوارب خفاف اصلع، وانه بقول لي هلا بدك تشارك بجهاد النكاح. قلت له كيف يعني؟ انا ما بعرف شو جهاد النكاح، اول مره بحياتي. بس قال لي يعني بدك تناني مع عده اشخاص. قلت له كيف يعني؟ قال لي يعني بدك تناقشني معهم الجنس. قلت له ايه تكرم عينك، ليش لا، انا ماخذ الموضوع بمسخره. وقعد الا يا بنتي هذا جهاد في سبيل الله، وهذول ما لهم حدا هون، تركين نسوانهم واهاليهم. جاب شاي ما رضيت اشرب، جاب قهوه ما رضيت اشرب، جاب فطور ما رضيت اكل، لأن عرفت حالي إني سوالي كمين بدي قاعد بهالكمين هذا. أنا قعد خالد نص ساعة، بعد النص ساعة ما شفته، أعطاه 5000. سحبت حالي ومشيت، أنا تركته هيك للساعة 11 بالليل. فوت علي 6 على الغرفة، طمش لي عيوني، ربط لي إيدي، ضربني كف وحطني على التخت. قال لي في قدامك موجود 6، هلا بدأ هدول كلهم بده يتجوزوا منك، وهذا في شيخ فتانا إياها، وهاي جهاد في سبيل الله، هدول تاركين بيوتهم وعم يدافعوا عنك وعن ابنك وعن الوطن، وهدول لا تفكرين إرهابية. قلت له بالله. قال لي ضربني الكف، سكتت، ما رجعت أحكي. قال لي كلمة تانية، حياتك وحياة ابنك خالصين. قلت له مثل ما بدك، هي حياتي هيك هيك بظلم خالصة، واقف عليك يعني تضربني رصاصة وتموتني. قام قال لي ولا كلمة، صار يحكي علي، سكتت، فكل عيوني فكل إيدي، شفتهم 6، طلعوا 3 وخلى 3 عندي. قال له حط ايدك، حط ايده. قال له قبلت؟ قال له قبلت. قال له يلا زوجتك موكلتي على سنة الله ورسوله. وقروا الفاتحة ومارس معاي 2 ساعة. بعد الساعتين رجع كذلك الامر، جاب لي واحد. قال كل 2 ساعة جيب لي واحد، هيك للساعة 11 بالليل. طلعت الساعة 11 بالليل، شفتها انا طالعة الساعة 11 بالليل ومعصبة وعم تخانق. قلت لها شو بك يا فاطمة، ليش هيك يعني، شو صاير معك؟ قلت له أنت زلمة ما بتخاف من الله، وأنا لو بعرف هذا الشيء بده يصير لو فيك كرامة ما جبت له. قالت لي اتركني بحالي، وأنت زلمة ما بتستاهل، وأنت زلمة ما عاد بدي إياك أنا، وكرهتك وأنا بدي أفل من عندك، ما عاد بدي إياك. لبعد هيك لبعد 20 يوم، بعد ال 20 يوم اتصلت فيه، قلت له وين أنت؟ اللي بالمزرعة. قلت له أنا بدي أجي لعندك. وقالت لي أنا جاية لعندك على المزرعة لعند بشار عواض. رحت لعنده، قلت له يا بشار هاي فاطمة بدها ترجع. رجع كذلك الأمر، عرض علي 4، قال لي بدك تختاري واحد منهم. قلت له يا بشار طيب، قال لي يا ابني هذا كله جهاد في سبيل الله، وانتم رايحين على الجنة، وما في شيء حرام، هالشيء هذا مو حرام، كله بالحلال. اخترت واحد، كتب كتاب نظامي وعلى سنة الله ورسوله. أعطى لخالد بعد نص ساعة كمان، ما طول كمان، أعطى 5000 ليرة استنفور وفل. قام قال لي يلا اختاري. اخترت واحد اسمه معتز، طويل، صحته منيحة، مربي دقنه خفيفة، حالق شوارب وفي بخده شانه. نام معاي، بعد 2 ساعة رجع طلقني، قال لي انت طالق طالق طالق، وطلع. رجع الثاني اسمه احمد، مربي دقن، صحته منيحة، قصير، وبوجهه في ضرب. كان كل 2 ساعة الشيخ خميس علي الصالح وبشار عوض يكتب كتابه عليها على واحد كل 2 ساعة، ويرجع بعد 2 ساعة يطلقها ويرد يكتب كتابه على واحد جديد. ضاق الاثنين بعد 2 ساعة قال لي هذول اجباري. أعطاني كل مرة 5000 ثمن مرتي، ثمن مرتي. كيف زجوا نساء المسلمين ونساء المسلمات إلى هذا الجهاد، جهاد النكاح؟ والأخطر من ذلك، قد سمعنا اعترافات وكلمات بأنها تتزوج في الساعة الواحدة 6 مرات، 6 مرات، ثم تتطلق باليوم يطلقها الزوج 6 مرات. هل هذا هو زواج
وهل هذا نكاح الجهاد شرعا؟ صار لي 12 سنة متجوزة بس ماني مرتاحة لا نفسيا ولا جسديا. رحت على سوق الخضرة بسبينة أبو دياب، قال لي حابب أتعرف عليكي، قلت له أنا موافقة وأنا من زمان معجبة فيك مو من هلا، وعزمني إني روح لعنده على البيت ورحت. فتت أول مرة لعنده، قعدت هيك اتفرجت لقيت 7 روسيات 10 مسدسات، طلعت هيك على الحيط لقيت في علم، قلت له شو هذا؟ قام قال لي هذا تابع لجبهة النصرة وأنا قائد كتيبة أسود التوحيد. قلت له بس أنا خفت هيك وهي، قام قال لي أنت ما تخافي من شيء، أنت معي، أنت مع قائد الكتيبة. قال لي ما تخافي فريال وانت معي وانا بحبك وهلا بدي اكتب كتابي عليك. قلت له انا بدي روح اليوم، ماني متوترة شوي، انجعزت شوي هيك، خلص ببقى بجيك يومين ثلاثة وبجيك. بعد يومين ثلاثة جيت لعنده، قلت له انا موافقة انك تكتب كتابك علي. وجاب الشيخ اياد عويجان ابو نزير وكتب كتابه علي، حط ايديه هيك وحط شقفه وقرا الفاتحه وطلع الشيخ اياد، سجد ركعتين وبعدها تزوجني. وبعدها هيك قعدت شوي انا وياه ورحت على بيتي. كمان كل فترة وفترة اجي لعنده بالاسبوع مرتين 3 مرات اجي اتردد لعنده. واذ بيقول لي فريال انا بدي احكي معك موضوع، قلت له شو هو الموضوع؟ قال انت بدك تشتغلي معانا. قلت له انا شو بدي اشتغل معاكم؟ قال لي بدك تشتغلي معانا يعني كل شيء بالدين، بالهاي شلون انا كتبت كتابي عليكي، بدي اكتب كتابك على واحد غيري وفي عده اشخاص. قلت له لا انا ماني موافقه هلا. شو هذا؟ فاجأتني انت يعني بهذا الاسلوب اللي اجيتني فيه. قال لي بتفوتي على الجنه ويعني مباشر، ما انت بوجهك على الجنة بهيك حركة. قلت له معلش فكر. قال لي معلش خدي راحتك. قعدت انا وياه وقمت فليت على بيتي، فكرت دهاني اني روح بوجهي على الجنة، دهاني اني اشتغل معه وساعتها انا وقت فكرت قلت خلص علي وعلى أعدائي بدي أشتغل، بدي روح على الجنة أنا ما عاد يعني. جيت لعنده قلت له أنا موافقة وإني بدي أشتغل معك وهي. جاب شخص اسمه الشيخ إياد عويجان أبو نزير، زوجني إله كمان طبعا، حطوا إيديهم هيك ببعضهم وقروا الفاتحة وتزوجني. قال له هلا بس تتزوجها بس تطلع من عندها انت بتطلقها. طبعا طلب يمارس معي من الخلف وانا ما رضيت. وقت الممارسة نص ساعة 3/4 الساعة، طلع اياد طلقني وطلع. ريحت نص ساعة، اجى شخص تاني. طبعا بعد ما غسلت وتحممت ولبست اجى شخص تاني، كمان كتب كتابه علي بنفس اسمه علي، كتب كتابه قال له هلا بكتب كتابك عليها وبس تتزوجها وبتخلص بتطلع وبتطلقها. كمان نفس الحركة،
بعد نص ساعة قمت تحممت وساويت حالي، كمان رجع جاب لي شخص اسمه محمد حسين، كمان كتب كتابه علي بنفس الطريقة وزوجني إله وطلقني، وقمت أنا فليت، طلعت من عنده وفليت. هومي كان شايفني، كان شايفني جوزي وأنا طالعة من عنده. جيت رحت على البيت، حسيت جوزي مزعوج متضايق فيه شيء، قلت له فيصل شبك؟ قام قال لي ما فيني شيء. قلت له لا بدك تحكي لي شبك، انت متضايق كثير. قال لي انت شو كنت تساوي عند ابو دياب؟ قلت له انا ما كنت عند ابو دياب. قام قال لي لا تكذبي علي، انت كنتي عند ابو دياب وشو كنت تساوي هناك؟ قلت له والله بدي اشتغل انا مع ابو دياب. قال لي شو بدك تشتغلي؟ قلت له بجهاد النكاح. قام قال لي شلون هيك؟ قلت له والله هيك، لقيت جوزي شرد صفان ما حكى شيء، لا قال لي ايه ولا قال لي لا. بعدها بفتره نزلت لعند ابو دياب، سلمت عليه وقعدت انا وياه. اجا قال لي بدي يفوت عليك الشيخ اياد. قلت له مو اليوم بكره. فتت اجيت ثاني يوم، فليت بنفس اليوم، اجيت ثاني يوم قلت له ماشي. فات كمان كتب كتابه علي الشيخ اياد، ونفس الحركه كتبوا الكتاب وحطوا له محرمه على ايده وصلى ركعتين وتزوجني ورجع طلقني. خلص الشيخ اياد وطلع، سحبت حالي انا وطلعت من المقر. بس انا هون كنت شايفه بنات كثير ونسوان. رحت لعند ابو دياب، قلت له ابو دياب شو ببين في بنات كثير عنكم ونسوان؟ قلت له معناتها انت بجوز عم تضحك علي، انت يعني عندك بنات ونسوان بجوز انك تمارس معهم او تتزوجهم. عم قال لي لا يا مجنونة، أنا مو إلي هدول الشباب، لأنه طبعا ما عنده لا نسوان هالهون هلا ونسوان أنا بعيدة عنهم. قلت له أنا إيه ماشي، بس أنا ما يعني الفكرة لبكتني شوي. قلت له ما بعرف، تعال نقعد شوي، أنا تلبكت. قلت له أبو دياب ما بعرف شو بدي أحكي معك. قلت له البنات هدول اللي عنكم شلون بتجاهدوا معاهم؟ قام قال لي مفتي فتاها. بالبداية انتسبت لتنظيم القاعدة من الصف العاشر، كنت أتلقى دروس دينية في جامعة الإمام مدينة البوكمان، كان جامع قريب من منطقة الهجانة، وكان في شيخ هنيك الشيخ اسمه أبو محمد كان بيجي من العراق بيعطينا دروس دينية، دروس دينية خاصة بتنظيم القاعدة، إنه ما بيكون تابع لتنظيم القاعدة بيكون شخص كامل. كنا أول شيء بنات ناخد دروس دينية تقريبا شي 10 بنات، بعدين انضموا الحين توسعت المجموعات صار أكبر. كان أكثر شيء أمور جهاد النكاح يطلبون كونه كمان، إنه أي شخص تابع لتنظيم القاعدة يمكن يمارس الجنس معه. الأول شيء بطلنا إياه وأثبت لنا إياه إنه بآيات قرآنية كان محرفة، وأحاديث إنه كانت للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه على أساس إنه هاي أحاديث لإله، بس طلعت بالأخير إنه محرفة، إنه بثبت إنه يحق لنا إنه نحن كبنات تابعين لتنظيم القاعدة إنه نمارس الجنس مع أي شخص من جبهة النصر أو من تنظيم القاعدة بشكل عام. إنه أخبرونا بأنه هذا الشيء واجب علينا تكون بنات تابعين لتنظيم القاعدة. فيما بعد ما خلصت أعطاء دروس دينية وبداية الأحداث هاي بسوريا، بلشت جند فتيات، بلشت أعطيهم الدروس الدينية، إنه أشرح لهم الأفكار وأشرح لهم إياها بشكل مفصل، وبحاول إني أعملهم إنه أرغبهم فيها. كنت أشرح لهم أمور الصلاة، أمور إنه فيهم يفوت على الجامع من دون ما يتوضوا، يقرأ القرآن بدون ما يتوضوا. اشتغلت معهم بمشي الميدان، اشتغلت معهم بنقل سلاح، تجنيد فتيات، أعطيهم دروس دينية. الكتيبة تشكلت من بنات وشباب، البنات كنت أنا جندتهم. بعد ما عملنا تشكيل الكتيبة بشهر 6، أول مرة كان مع أحمد نجاح العيسى، طلب إني مارس معه جهاد النكاح.
كان فتاوي، يعني كان عندنا اياها عقيدة واجب علي اني ما اسمع اي شخص تابع عجبة النصر في هذا النكاح. فيما بعد اي بعد ما مارسنا اخو مارسنا اخو عمار العيسى، مارسنا اشخاص من برا سوريا، كان في شخصين من ليبيا، شخص من تونس، شخص من المغرب، شخص من مصر، وبدمشق كمان دمشق كان في شخص تركي، في شخص فرنسي، في كان امير سعودي، في كان كمان شخص قطري. كنا تقريبا يعني اكثر يعني اي شخص بيمارس معنا يعني نقبض منه مصاري، يعني احيانا 300 دولار احيانا 400 دولار. اذا ما كان جهادي وحامل سلاح تابع لجبهة النصرة ما كنا نمارس معه، او يكون ممول لجبهة النصرة. كان قبل يعني يمارس معنا اي يعني اي شخص يمارس معنا كان بيصوروا العملية، وحاولوا انه يقولوا لنا انه مجرد ما حكيتوا عنه عند اي قدام اي شخص او شيء انه دغري يعني بننشر الفيديوهات والمقاطع، كان بيسجلوا كلها مقاطع فيديو، شيء كاميرات ديجيتال، شيء بالموبايلات، حتى يعني كان بيصوروا حتى نتكتم على امور شغلهم. كل شخص كنت مارس معه كان بيصور شيء مقاطع فيديو حاطينها بجوالاتهم، شيء باللابتوب. اشتغلت مع كتيبة الصحابي بالشام، قلت لك نقلت زخيرة، اشتغلت بالمشفى الميداني، نقلت له رسالة من البوكمان لهنيك، نقلت سيارات مفخخة. لا وجهت النكاح كان على طول أي شيخ يعني أو أي كتيبة كان بيحكي لنا في الموضوع. لإسقاط الدولة السورية فتاوى وهابية تجيز جهاد النكاح. جديد جبهة النصرة بعد جهاد النكاح، كبر عليها 3 مرات وتصبح ملكك. هلا في جبل الزاوي عندنا منطقة جبل الزاوي في أكثر من كم ضيعة، في شيخ يقول الشيخ حسين هذا بيحكي عنده. الشيخ حسين بجيب مثلا أخ وأخت مع بعض بكبر عليهم اثنيناتهم وبخليهم يعاشوا بعض، لأنه هودي بس حلال لبعض مشان يتجوزوا لأخ لأخت. طبعا أنا تابعين لجبهة النصرة، أي شخص من جبهة النصرة كان بحلب ولا كان بجبل الكراد ولا بضيع إدلب ولا بقلب إدلب ولا بالرقة ولا بالحسكي، بكل مناطق المستحلين فيها قاعدين فيها يعني. يعني كان سيارة، كان ميكور، كان كاسب يعني شو ما كان يكون، بيحط إيده علي بيكبر علي 3 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صارت إله حلال وغير. كانت مرة، كان زلمة، شو ما كان يكون، شيء شفته في عيني يعني إنه مرة حلوة يجتمعوا علي مثلا اي وقت حلوه يكونوا مجموعه يردوا الايد علي ويحطوا ايدهم على راسهم ويكبروا علي. لوقت توحيد كمان في الكستن عنا تابع لجبهه النصره، صارت قصه مع شيخ ذبحوا واحد من الشيشان، فات على مرت الشيخ حط ايده على راسه وكبر علي شيخ من الكستن. قام اجى الشيخ لعند مرته لقى نايم الشيشاني معه، حط ايده على راسه وكبر علي. قام اجى الشيخ عين عليك ولا شاف مرته نايمه مع واحد شيشاني، قام الشيخ تركه، قام قال له شو هيك، قال له هاي صارت حلالي كبرت علي. ترك الشيخ وراح لعند مرت الشيشاني، حط ايده على راسه وكبر علي 3 تكبيرات. هو نايم الشيخ حد مرته للشيشاني، قام اجى الشيشاني قال له ايش عم تسوي، قال له انت كبرت على مرتي وانا كبرت على مرتك، قال له انت ما بجوز تكبر على مرتي انا بس بكبر على مرتك. قام قال له ليش الشيخ اللي من الكستن، قال له ليش الله تبعك غير الله تبعي يعني. قام حطوا ذبحوا للشيخ، فشفت انا هذا الشيء انه يعني انه كثير يعني ما بعرف هيك خفت انا كثير من هالموضوع، انه خفت ما يكبروا علي لانه يكبروا عمرتي يعني يصير حلال. انا بعرف قصه في حلب، وحده من البنات اللي بحكي معها انا من حلب، وحدي وامها مشيانين بالشارع ولا رقد شيشاني بي شيشاني يعني اجنبي رقد علي بدي يكبر علي الله اكبر، ولا قبل ما يكبر علي كبرت علي مين المرأة، قالت له الله اكبر الله اكبر بنتي اختك، ولا بعد عنها بده يقوصه بعد ما يبقى ما بقى حل الولاد حلاله، طبعا ساعة ساعتين ما حلاله. عجبني كثير لسان الحلو، حنية، تحسي هيك رومانسي، حركاته حلوة يعني حركاته يعني اللي مغرية، مشان هيك أنا حبيته. كانوا يحكوا لنا شيء نحن مصدقينه يعني. يعني حتى إذا زلمي إذا حكى إنه مرته كبر علي قدامه كذا، يعني إذا راد يحكي بكبروا عليه كمان بيعاشروا له لواطة يعني.
يعني لوطي ولاد له يعني ما عندهم اي مشكله يعني. طيب انا ما متزوجه ما فيني اتزوج مره ثانيه. قال لي لا فيك تتزوجي ثاني هذه جهاد في سبيل الله. قلت له بس ما بعرف ما عم تفوت لمخي. قال لي لا بلا رياض وسط هذا الشيء بصير. قال لي يا ابني هذا جهاد في سبيل الله وكتب كتاب نظامي. ما بعرف شلون لعبي بعقلاتي. قال لي انه هذا جهاد في سبيل الله ومو حرام انه اذا انت مره ثانيه تزوجتي. يعني بهالاسلوب اخذني. شيء ينبسط هو يعني؟ اخذني كثير بمخي. ما عاد خلاني استوعب شيء. يعني إذا بيكون عمره 7 سنين ما عندهم مشكلة. 7 سنين ما عندهم مشكلة يعني المهم يغتصبوها. يعني بيرقدوا علي يعني سبقوا سباق علي لحتى يكبر علي. بصيح 3 مرات الله أكبر بيكبر علي صارت حلاله ساعة ساعتين. هذا محرم قطعا محرم قطعا.